السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مصر الزراعية لزراعة الأسطح. الفيديو ده إن شاء الله إحنا في زيارة لأحد الصيدلات الزراعية. إن شاء الله نتكلم النهاردة مع البشمهندس عن النباتات، وهنتكلم عن العناصر الصغرى والعناصر الكبرى والشتلات، وإن شاء الله نتكلم عن التسميد وإيه هي خلطات التسميد ويعني كل حاجة تخص التسميد، ونتكلم عن العناصر الصغرى والعناصر الكبرى والتركيبات للعناصر، ويعني هنتكلم عن حاجات جميلة جدا إن شاء الله. تابعونا في الفيديو ده. طبعا هنتكلم برضو عن مبيدات فطرية ومبيدات حشرية، وهنعرف كل حاجة ولها علاج. ويعني الأول هنرحب بالبشمهندس. عرفنا الأول بنفسك. عبد الله حمدي الفخري. تمام. دلوقتي احنا بشمهندس، ايه هي العناصر اللي بيحتاجها النبات؟ العناصر اللي بيحتاجها النبات في عناصر كبرى وعناصر صغرى. العناصر الكبرى دي اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيره زي ال ان بي كي. تمام. في عناصر صغرى ده اللي بيحتاجها النبات بكميات قليله. ايوه. وايه تاني؟ في من تركيبات دي ال ان بي كي، في تركيبات تركيز 20 اللي هو انهي ال 20؟ طيب ده اللي هو العشرينات. دي العشرينات. ده التسع عشرات. طيب امتى بقى نسمد اللي هو ده وامتى نسمد بده يا باشمهندس؟ ده على حسب احتياج النبات نفسه. لو لقيت النقص العناصر كبير فبدي العشرينات، اما لو انا عندي قوقاية او هزود للنبات فبدي التسع عشرات بس. تمام. طيب ده الام بي كي، احنا ده من العناصر الكبرى مش كده؟ طيب العناصر الصغرى ايه هي بقى؟ العناصر الصغرى في زي الزنك، الحديد، المنجنيز، المنجنيز، البورون، الكالسيوم، المولبدنيوم، كذا عنصر موجودين اللي هو باقي 13 عنصر بتوع النبات. تمام. ده ممكن بيتكونوا في ايه؟ يعني خلطه ايه؟ في مثلا خلطه زي كده بيبقى فيها كل فيها معظم العناصر الصغرى اللي محتاجها النبات زي الزنك، الحديد، البورون، المنجنيز، المولبدنيوم. وفي حاجه في احماض امينيه دي تركيز 24%. تمام. دي طبعا صناعه. ده طبيعي ولا كيماوي؟ ده طبعا الحاجات دي طبيعيه ما فيش فيها كيماوي. والام بي كي؟ والام بي كي ده كله كيماوي. كله كيماوي. تمام. طب احنا عايزين دلوقتي حاجات بديله للام بي كي زي طبيعيه، يعني تكون حاجات طبيعيه. طبيعيه في نيتروجين اللي هو زي ايه؟ 46%. اليوريا. اليوريا مش اليوريا ده كيماوي؟ اليوريا ده كيماوي ولا طبيعي؟ ده كيماوي. طيب احنا عايزين حاجات طبيعيه زي ايه؟ في حاجات طبيعيه ممكن نستبدلها بالطحالب مثلا. الطحالب مثلا زي فين؟ ورينا كده الكيس بتاعها ولا حاجه. الطحالب هي تقريبا، مش الطحالب بتبقى سائله اللي هي في صوره ميه؟ مش شرط ان هي تبقى سائله، في كده وفي كده. طيب عايزين بقى شويه تركيبات كده، يعني لو مثلا ممكن لو حد جالك تعمل له تركيبه فيها عناصر لجميع عناصر النبات ولجميع مراحل النبات زي ايه؟ دي طبعا طبيعيه ولا كيماويه؟ دي كلها حاجات طبيعيه. تمام. دي اكيد بستخدمها في بدايه عمر النبات. انهي؟ اللي هي دي. طب دي هتقع بس كده؟ ده هتقع احطها فين؟ فيها ال 12 عنصر بتوع النبات. اللي هي دي؟ اللي هي اللي فوق دي؟ اللي هي دي. تمام. دي اللي هي في بدايه دي بستخدمها في يعني كوقايه مثلا من نصر عناصر النبات. تمام. وفي الكالسيوم بورون ده بيبقى في مرحله العقد والتزهير. اللي هو فيه كالسيوم وبورون. ده في مرحله العقد والتزهير. بيزود ايه مثلا؟ بيحمي مثلا؟ ده بيثبت الزهر وما يخلوش يسقط. تمام. ده في عالي فوسفور وعالي بوتاسيوم، ده بيستخدم في مرحلة الإسمار أو التحجيم. الإسمار أو التحجيم. تمام ماشي. دلوقتي كده لو أنا عايز أعمل خلطة، يعني أنت دلوقتي قلت إن يعني إن ده في مرحلة اللي هو الإسمار أو تحجيم الثمار، وده في مرحلة التزهير، وده في بداية عمر النبات. طيب لو انا بقى عايز اعمل يعني ادي للنبات دفعه يخليه الثلاث حاجات، يعني مثلا لو انا عندي النبات في تزهير وفي اثمار. طيب بنعمل خلطه من كل العناصر دي اللي هي معينه، مش كده وخلاص. حسب حجم الشجره مثلا. على حسب الحجم وعلى حسب احتياجه نفس النبات. تمام. اللي هي العناصر دي بتتكون كام في الميه؟ 8% بس. والباقي؟ 92% بتيجي من طريق الهواء والميه. الهواء والميه طبعا والضوء والكلام ده، اللي هو الكربون. وايه تاني؟
كربون والهيدروجين والاكسجين. تمام، يعني احتياجات النبات من الهواء اللي هي حاجات من عند ربنا كده، الهواء والميه تقريبا والضوء، دي حاجات 92%، 8% بس احنا بنكملهم بالثلاث حاجات دول، يعني دول ممكن يغنونا عن اي حاجه. ده طبعا فيه عناصر اللي هي احماض امينيه، الثلاث حاجات دول. ده بس اللي فيه احماض امينيه. تمام، ده فيه احماض امينيه، وده ده عالي فسفور وعالي بوتاسيوم، ده وده كالسيوم بورون، ده فيه تقريبا ده مكتوب نيتروجين، كالسيوم بورون ونيتروجين. بس كل النيتروجين فيه يعني 15% بس. تمام، عندك ايه تاني مثلا؟ عندك هيوميك اسيد، عندك اللي هي فسفور، فسفوريك اسيد، حاجات زي كده. طبعا فيه هيوميك اسيد اللي هو ده، هيوميك اسيد بيكون المادة بتاعته سودا، ولازم تبقى مقفولة كده كويس عشان ما تتعرضش للهواء جامد. تمام، يعني لو هو تعرض على الهواء او للشمس ايه اللي يجرى؟ لو الشمس بيدلك بيها بيحجر او بينفع، يعني بيبوظ، يعني ما ينفعش نستعمله تاني. تمام، مثلا اللي هو انهي ده؟ وفيه حاجة اسمها فولفيك اسيد. فولفيك اسيد، طيب الفولفيك ولا 80%؟ الفولفيك اسيد ولا اللي هو الفوسفوريك اسيد ولا الهيوميك اسيد، انهي الاقوى؟ طبعا ده الاقوى كمجموع حضري او الحاجة النبات بيكون الفولفيك او الهيوميك. طبعا الاعلى بيكون الفولفيك اسيد، الاعلى هو الفولفيك اسيد. في مرحلة التسميد او في تدفئة الارض بستخدم الفوسفور اسيد او الحمض الفوسفوري. طيب عندك كبريت زراعي، جبس زراعي، حاجات زي كده؟ في كبريت الزراعي اهو، ده هو الكبريت الزراعي. بيستخدم لايه بقى الكبريت ده؟ بيستخدم لتلوين النبات او تدفئة الارض، يعني بيستخدم في تلوين الطماطم، فرشه بحيث ان يساعد على التلوين بشكل اسرع، وبيكون طبيعي مفيش اي حاجه فيه كيماوي وبيضرش يعني. تمام، عندك مثلا، تعالى ورينا ده، تقريبا ام بي كي. ده ام بي كي بنسب مختلفه، ده تركيز عشرينات، ام بي كي في ده تركيز 19، وفي حاجة تركيز 5% بس نيتروجين و 45 يعني ده لتحجيم الصمام. ده تحجيم بس. طيب بنضيفه بقى في المية ازاي؟ بتاخد الكمية مثلا حسب ما النبات عايز، حسب ما النبات عايز، بيتضاف بيتقلب في مية ويمشي مع المية الري، يعني بيتم ضغطه عن طريق مياه الري. مش نرشه؟ لا لا مش رش، وينفع برضه رش التسميد الاثنين مع بعض. تمام، بس الاحسن بيكون اللي هو الرش. طيب ده طبعا سماد اللي هو اليو ال ده يوريا 46% اكسجين، مش كده؟ نيتروجين، نيتروجين اللي هو بتاع النمو الخضر. ايه الجراكن دي او الجرادل دي؟ دي جراكن دي بستخدمها، دي جراكن دي بستخدمها في مرحله الاسمار، دي لتحجيم الثمار، دي لتحجيم الثمار، ده بوتاسيوم مش كده؟ وبتشتغل في مجموعه خضري فتحميل النبات كويس جدا. تمام، عندك مثلا دي شتلات اهي. تمام، يا ايه الجراكن اللي هي دي؟ دي جراكن كيماوي اللي هي 46% 33، بس سايله، يعني دي بدل اللي هو اليوريا، دي بدل المحبب، دي بدل المحبب، دي اضافته عن طريق مياه الري، وده اضافته عن طريق ان احنا نرش يا اما الرش او مياه الري برضو عادي. تمام، تعالى بقى عايزين برضو ده طبعا الاول احنا ما قلناش ده ري ولا رش، ده كله رش، مفيش حاجة رش من دي ري خالص. طيب تمام، اعمل لي بقى منا 3 خلطات ان شاء الله وانا ماشي اخدهم النهارده ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا ايه عندك؟ طيب ري، انت احنا ده طبعا رش، قلنا الطحالب دي رش ولا ري؟ الطحالب دي رش. رش، الهيوميك اسيد طبعا ده ري مش رش؟ ده ري وده ري، والحمض الفوسفوريك برضه كله، يعني اي حاجة اسيد 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 ده ري. ده ري، بتشتغل برضه رش، بس يعني الافضل ليها. تمام، احنا قلنا ده ام بي كي، واللي فوق ام بي كي، واللي فوق خالص ده ايه؟ ده فولفيك اسيد زي الشكاره دي، فولفيك اسيد. اللي فوق تاني اللي هو العلبه الحمراء والصفرة دي، العلبه الحمراء ديتي دي حاجه اسمها ماده اسمها الفا سايبر مسرين، تركيز 10%، دي شغاله حشري عام لكل الحشرات اللي موجوده في البلد. الازازتين الاصفر والاحمر ولا انهي؟ الاصفر والاحمر. تمام، واللي تحت طبعا احنا قلنا دي اللي هو التسميد، اللي هو دي مجموعة عناصر، اللي هو دي. ودي مجموعة عناصر، دي مجموعة عناصر بتاع ايه؟ مجموعة عناصر برضه، عناصر صغر مش عناصر، عناصر صغر. ده في الحاجات دي، في احماض امينية اللي هي التانية دي، فيها احماض امينية وفيها نيتروجين وعناصر صغر، دي فيها عناصر صغرى بس. تمام، يعني دي فيها عناصر
صغرى وكبرى. دي دي صغرى بس. تمام. دي بقى اسمها ايه ولا دي اسمها ايه؟ دي اسمها سي ماكس. دي ترتيبة سي ماكس ترتيب الطحال البحرية سايلة زي انت كنت بتتكلم عنها. دي اسمها سي ماكس تركيب الطحالب البحرية سائلة. طيب ومجموعة عناصر صغرى. ايه ده؟ دي حاجة اسمها البنازول. بنازول بيستخدم لعلم. بنازول دي تستخدم بياض دي وبياض ذهبي. تمام. طبعا اللي هي دي المبيدات كلها دي امراض فطرية. المبيدات اللي هي الفطرية والحشرية ده طبعا كله رش. طبعا كله رش، مفيش حاجة في التسميد، مينفعش في تسميد. ما ينفعش تسميد. تمام. التاني ده في ده مادة اللمبادة اسمه مسكرين بتاع شركة كيما. ده شغال كويس. شركة ايه؟ شركة كيما. تمام. شغال كويس. ده شغال كويس في الهمن والدودة، وشغال في التريبس. تمام. والزبابة البيضاء. عندك ايه تاني مثلا؟ ودي برضه اتكلمنا عن الطحالب. ده الفلوكس برضو ده في البيتا سلفوسرين، دي شغال كويس في الذبابه والحاجات دي. الذبابه البيضاء. الذبابه البيضاء والمنو والتنفس. تمام. ايه تاني عندك مثلا؟ في برضو تركيبه عناصر اهي اللي هي دي تركيبه عناصر كبرى وصغرى. فيها دي فيها سماد يحتوي على نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم وحديد ومنجنيز ونحاس وبورون وكوبالت. ايه الكوبالت ده؟ انا اول مره اسمع عنه. الكوبالت دي المادة بيحتاجها بكمية ضئيلة جدا جدا جدا. يعني علي صوتك بس عشان نكمل. دي بتدخل في تكوين الساق والثمار اللي هي مادة الكوبالت. بيستخدمها بنسبة ضعيفة جدا اللي هي لتقوية الساق. تمام. عندك ايه تاني؟ احنا كده الحاجات دي احنا اتكلمنا دلوقتي عن الحشر ولا الفطري؟ احنا كده اتكلمنا عن النوع ده فطري بس، وكل دول حشر. تمام. يعني شوف لنا شوية حاجات تاني كده، احنا مش عايزين يعني نكتر، احنا عايزين اللي هي المواد الفعالة. مش هنعرض كل حاجة. المواد الفعالة. المواد الفعالة في مادة زي كده اللي هي الكلوروبيروفوس. كلوروبيروفوس. كلوروبيروفوس دول مادتين كلوروبيروفوس. طيب ايه بقى اللي يفرق دي عن دي؟ ايه اللي يفرق دي عن دي؟ اللي يفرق دي عن دي تركيز المادة هنا 50% وهنا 48 بس. يعني دي أعلى وأفضل. دي أعلى وأفضل طبعا. تمام. ايه تانية؟ في حاجة زي كده أماكلين بنزوات شغالة للدودة اللي هي بتاعت الذرة والدودة اللي هي بتاعت الطماطم. تمام. وفي نفس المادة ياتي بس بتاع حاجة أعلى كويس، تركيز أعلى شوية. تمام. 5 و7 دي تركيز 5 بس. في الملاسيون ده تركيز 57%. وده حشر عام، يعني شغال لكل أي حاجة حشر شغال فيها. تمام. في حاجة سوسة النخل، حاجة زي الدلرون والأطاكون. هطلع بقى. ده ايه ده؟ ده حاجة للدودة وشغال في النخل كويس. تمام. في عندك ايه تاني؟ لمبادة. ده ايه ده؟ في مادة اللمبادة ديت بودرة، دي شغالة كمادة صحة عامة، بيترش في المنازل وحاجة زي كده عشان النمل والصرصير والحاجات اللي هي يعني الحاجات الحشرات. الحشرات عموما حتى في المنازل. تمام. ايه تاني عندك؟ في حاجة زي كده مادة استمبرايد. استمبرايد. تمام. دي ليها كذا شكل، في منها ده وفي منها ده، في منها ده وفي منها الموزبلان. ده نفس المادة. ايه بقى اللي يفرق التلاتة عن بعض؟ هو التلاتة نفس التركيز ونفس المادة، بس على حسب الخلط بتاعه ايه. يعني على حسب، انا مش فاهم يعني. على حسب انا هخلطه بايه يعني. ممكن لو اخلط بحاجة مثلا، ممكن اترش لوحده يترش ده، ولو اخلطه بمواد يترش ده او ده. تمام. لو عندك ايه تاني؟ في بعد كده في زيت معدني. زيت معدني. بيعمل الزيت ده بيشتغل كمادة وقاية من العنكبوت وقاية من الدودة، وبيشتغل كمادة لزقة ونشرة. تمام. ايه تاني عندك؟ في بقى مادة العنكبوت عموما، العنكبوت الاحمر. يا الله. ايه تاني؟ في دول تركيز 5%. مادة امكتين تركيز 5%، وفي دول تركيز 1.8%. طيب بيستخدموا الايه دول؟ لا، العنكبوت الاحمر اللي بيجي على النبات بيمتص العصارة منه. تمام. يغطي كده. احنا يعتبر كده احنا لسه ما قلناش اللي هي دي البيز فيت. دي ماده نشره ولزقه، يعني تخلي تعمل مده بقاء المبيد على الورق مده اطول. تمام. دي بقى بتستخدم لايه؟ دي بستخدمها لما اكون مثلا برش نبات زي البطاطس او الطماطم، وانا عايز من ذبابه او حاجه بتيجي بتروح وتيجي على طول.
فانا برش دي بثبت المبيد على الورق بحيث انه ما يتصفش. يعني الحاجه دي مثلا انا مثلا عندي حشره معينه، كل ما ارش تيجي على طول تيجي على طول، فارش دي بيثبت على الورق مده كبيره. تمام. في ايه تاني؟ طبعا احنا اتكلمنا على ده اللي هو الكالسيوم بوروم ده. كده في ايه تاني؟ بس تمام كده. في حاجات بقى زي الجولد كده، دي مواد حشائش. دي فين دي؟ دي بتترش للحشائش. ده دي حشائش البصل والثوم. تمام. في حاجه زي كده اللي هي اللي لونها اخضر دي، البلاروساتو ده، دي حشائش، ده حشائش اجباريه، يعني دي كل الحشائش اللي موجوده، وافضل حاجه دي انه يترش على ارض فاضيه ما فيهاش اي حاجه. يترش على ارض يعني قبل ما تتزرع؟ ارض فاضيه. تمام. ولو تتعوي ريتين قبل الزراعه كمان. تمام ماشي كده، احنا يعتبر كده احنا قلنا كله. لسه اللي هو الرف ده برضه، ده اليوميك اسيد، بس ده كيلو وقت. كيلو ده يعني مقفول مغلف. مغلف. وده برضه اسيد. واللي فوق، اللي فوق ده كبريت ميكروني. كبريت ان ايه؟ كبريت ميكروني، نفس ميكروني كبريت الزراعي، بس ده يستخدم رش. تمام كده احنا اتكلمنا عن ده. طبعا انا لو عايز خلطه من دي، تمام، ارشها بقى بنسبه قد ايه للنبات، ولا على حسب، ولا على حسب العمر؟ حسب، مش على حسب عمر النبات. هو انت علي صوتك بس مره تانية عشان مش على حسب، مش حسب عمر النبات. ده بيترش حسب يمكن النقص اللي عندك ايه. ممكن نبات ولا صغير محتاج مثلا فوسفور وبوتاسيوم عادي. فوسفور وبوتاسيوم، مش البوتاسيوم ده لتحجيم الثمار؟ مش شرط تحجيم، ان ده الورقه بيعرض بيظهر عليها نقص بوتاسيوم، اعراض نقص، اعراض نقص، فانا بعالج وكده. طب ينفع ارش كوقايه؟ التحجيم ممكن ارش كوقايه عادي، مش مشاكل. انما انا برش للتحجيم، ده بيكون في فتره الاسمار بس، بحيث ان يشتغل على طول يسرع للتحجيم ويديني حجم اكبر. تمام. يعني تمام كده. طب اعرف لو ممكن مثلا تقول لنا، لو انت عارف اللي هي اعراض نقص الحديد مثلا، اعراض نقص البوتاسيوم يا باشمهندس، قول لنا يعني اي عنصر، اي يعني اعراض نقص مثلا البوتاسيوم. اعراض نقص البوتاسيوم بتبقى الورقه، الحواف بتاع الورقه كانها محروقه او بتتحول للون بني. الحواف بتاع الورقه اكنها، الحواف بتاع الورقه. اما بالنسبه لاعراض نقص النيتروجين، الورقه من بره خالص بتبقى من طرف الورقه اللي هو بيبقى في الطرف خالص هنا كده، اللي هو في المكان ده كده، اللي هي الحته دي كده. دي زي ما تقول كانها محروقه، كانها لونها اصفر كده. بتصفر بعد كده تتحول بني، بعد كده كانها محروقه. في اعراض نقص الحديد والعناصر الصغرى، بيبقى الحديد بتبقى مثلا المكان اللي بين العروق ده باين، بيبقى اصفر، او في نظام بقع صفرا. تمام. اللي هي المكان اللي بين العروق ده. تمام كده. بص بقى الباقي يبقى في فيديو قادم ان شاء الله، عشان ده احنا طولنا جدا في الفيديو ده. ان شاء الله الحاجات الباقيه هتبقى في فيديو قادم ان شاء الله، عشان احنا طولنا جدا في الفيديو ده. وبنشكرك يا باشمهندس على الوقت العظيم ده، وان شاء الله استفدنا منك بمعلومات، والناس تستفاد منك بمعلومات. طبعا عنوانك بقى فين؟ ابو رجوان مركز البرشين، ابو رجوان الابلي، كوبري الدكن. ابو قلت تاني كده عشان مركز البدرشين، ابو رجوان الابلي، كوبري الدكمي. كوبري الدكمي. ينزل بقى مثلا على كوبري الدكمي ونسال على ايه؟ نسال على نهاد حسن عبد الله الفخري، محل باشمهندس عبد الله الفخري، اللي هو بتاع المبيدات الزراعيه. تمام ماشي. بس كده، ده كان فيديو النهارده. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس الرمادي، ليصلكم كل جديد ان شاء الله. ذكرنا في كل فيديو زرع فالدنيا نمت على الزراعه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا شهاده لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.